والأصدقاء باجتياز الطلاب لعتبة مرحلة دراسية والوقوف على باب أخرى جديدة، موقف يتكرر مع نهاية كل عام دراسي. يعانق الطلاب خلال هذا اللقاء حلما طالما طاردوه، ويتقاسمون فيه الفرح مع أعين كان كل همها هو التطلع لهذه اللحظة الفارقة، لحظة لا يريد أحد من الحضور أن يفوت الفرصة دون أن يقبض عليها ويشتركها مع غيب عزيز منعه البعد أو الاشتغال عن الحضور، أو حتى مع حاضر لا يتأتى له أن يفهم كثيرا من متعلقات ما يجري. في هذا الجو المفعم بالفرح والمشاعر، نظمت الدفعة الخامسة من نظام LMD على مستوى قسم التاريخ بكلية الآداب حفل تخرجها وسط حضور لافت من الطاقم التدريسي وأعلام الثقافة والأدب. إذن مرحبا بكم معنا من جديد، ولاهي نبدأ معكم ضيوفنا الشيخ محمد والبنتيتي. مرحبا بك معنا. دعت عندك إضاءة على التقرير اللي كنا نشاهده عن تخرج هذه الدفعة الخامسة من نظام LMD. إذن شكرا في البداية زميل منا، وشكرا للزميل الشيخ هاني، وشكرا لموريتانيا على هذه الفرصة اللي أتاحت لنا. طبعا هذه الدفعة الخامسة من نظام LMD قسم التاريخ والحضارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مرشور. هذه الدفعة التي تخرجت مساء أمس، طبعا تخرجت تحت عنوان التاريخ وعلاقته بالعلوم الأخرى. هذه الدفعة طرقت على نفسها دفعة النخبة كما شاهدنا في العنصر فعاليات ذلك الحفل الذي قامت مساء أمس بمناسبة ذلك التخرج. طبعا هذا التخرج جاء نتيجة والله جاء حصاد لثلاث سنوات من المثابرة ومن الجد ومن التحصيل ومن التعب ومن الكثير من الأمور، وصلوا لهذه اللحظة اللي تعتبر لحظة ذهبية. هو عن الإنسان له يحصد ثمرة الفترة الزمنية اللي مضاها في هذا التحصيل وفي هذا البحث المعرفي، وخاصة أن هذه أيضا النخبة هي أطلقت على نفسها النخبة أن هذه الدفعة تدرس التاريخ، والدارس للتاريخ والباحث في مجال التاريخ لابد أن يكون طويل النفس وصبور، لأن البحث عن تلك المعلومات والبحث عن المعلومات التاريخية ليس بالأمر السهل. الطريقة ليست مفروشة بالأرود أمام تلك. جيد، ما زلنا لين نتحدث عن ذلك الأمور كامل. أيضا كانت هذه الدفعة التاسعة، قلت الدفعة الخامسة. أستاذ الشيخ عبد الله، أيضا تحدثنا عن الدفعة المتخرجة من القانون اللي تنوي تنظيم حفل التخرج، هي الدفعة رقم كم أولا؟ إذن أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لقناتكم الكريمة موريتانية، هذه اللفتة النوعية واللي مهمة وفقتها هذه المرحلة اللي متخرجة فيها الدفعة الرابعة من القانون الخاص بمسلكي القضاء والأعمال. هذه دفعة تنوي القيام إن شاء الله بحفل التخرج قدم السبت. هذا الحفل رأت من دوم من خلاله هذه الدفعة على أن يجابروا فيه الزملاء مضاوا أذلت سنوات من البحث العلمي ومن الحصول على رصيد معتبر من المعارف. حفل سيكون إن شاء الله مدعاة لحفل مكبر سيلتقي فيه طلاب وزملائهم وكذلك أساتذتهم. وشعار الدفعة واللي هي الدفعة الرابعة إن شاء الله سيكون قدا ممكن الإعلان عنه، لأنه لا أنا مازال قيد لجنة التنظيم. نعم، قال لجنة التنظيم ولا أستطيع إفصاحا حتى حين الوقت. كل ما أريد أن أقول أنها دفعة نرجو أن تكون من أكثر تميز، دفعة قط خالط من جامعة كلية العلوم القانونية بالخصوص، وأن تساهم في طرح الإيجابي للقانون بصفة عامة. زين محمد، تكلمت ورك عن طبعا عن جانب من التخرج، ورك اختك تكلمت عن جانب عام. بالنسبة لجانبك الخاص، شنو يمثل التخرج من الجامعة بالنسبة للطالب؟ شنو يمثل يعني شنو هو التخرج مرحلة فاصلة قد سعودي قارم ولي مازال قدامكم الوقت؟ منى، هذه لا ينتهز فرصة يعني زاد بدعود السيد في البداية أن نهنأ
زملاء وزميلات اللي متخرجين في الدفعة، ونشكر جزيل الشكر الأساتذة واللي أطرونا على مدى 3 سنوات، نشكرهم جزيل الشكر على معلوماتهم، ونشكر أيضا أفراد أسر كل طالب وكل طالبة اللي حضروا واللي جسدوا بحضورهم بالحفل أهمية هذا الحدث بالنسبة لهم. بالنسبة للعودة إلى سؤالك، مرحلة التخرج تمثل لحظة هامة جدا ولحظة تاريخية ينتظرها كل إنسان وكل طالب، لأنها مرحلة فاصلة في حياته تفتح له هي البوابة الأولى أو الخطوة الأولى أو السلم الأولي لمستقبله، بالتالي هي حدث ينتظره كل طالب وفرحة عارمة ينتظر تلك اللحظات، ينتظر ذلك اليوم الذي يجني فيه ثمار ما حصد في ابتداء من الابتدائية مرورا بالإعدادية والثانوية وصولا إلى الجامعة هذه المرحلة التعليم العالي، خطوة هي الأولى. لكن هنا في موريتانيا طبعا باعتبار أننا نفرح بالحدث في يومه وفي أسبوعه الأول، لكن ما زالت طبعا عقبات، هو عقبات ما بعد التخرج، الآفاق المفتوحة، فرص العمل، أين سأجد نفسي ذاك بعد حصولي على هذه الشهادة؟ ذاك إن شاء الله مثلنا رين طرقولي قار سابق ذاك لين قيسة الشيخ وعبد الله قيسوا ما قبل التخرج من ترى ش مريتوا به خلال دخولكم للجامعة، لين تخطوا قاع مراحل الابتدائية وذاك لو خلق المساعة اللي تخطوا في الجامعة ما قبل التخرج، شن هي الصعوبات، أبرز الصعوبات والعراقيل اللي تواجه الطلاب الجامعيين قبل التخرج؟ نعم اسمحي لي أولا أن أقف أغلق إجلال التكريم لزملاء منهم رئيس الفصل علي والمحمد وكذلك رئيس القضاء سيداتي والمحمد الأمين على اللي قاموا به من جهد في خلال هذه 3 سنوات، ختاما بالصبح إن شاء الله الحفل لجميع تبعاته والتهيئة والتحضير له كانوا قائمين به على أحسن وجه. بما يتعلق بالصعوبات، صعوبات كثيرة جدا التي واجهها الطلاب هناك بداية بدأ مع السنة الأولى في دخول الجامعة، دخلنا على اللي قالوا برنامج أنا اختاروا بالمناسبة الكلام بالحسانية عند عربية حق هو شبه داعي، دخلنا في البداية كي قلت لك على برنامج LMD وفي الوقت حين وما نفقه شيء منه ولا على دراية كبيرة، وأصعب صعوبة رأيناها على أن حتم علينا نمشوا في حوالي 2 من السنة وين تريد توصلي لأول نتيجة نظرا للتقاعس اللي يخلق في النتائج ويخلق في الأمور، وحقيقة كانت فترة صعبة رقاش داخل في المسألة ولا فات وصل حقيقة لأول نتيجة فيها يعود يعرف جاي من انتقل من مرحلة ثانوية شهر مرحلة جامعة. بعد ذلك ثم مسائل وتعاني منها الجامعة للأسف وهي صعب المراجع، كان لهم صعوبة بعد منين دخلنا في اللي قالوا تحضير البحوث، نحن القانون أساس الدراسات في السنة الأولى والثانية تقوم على البحوث كثير، وكانت صعوبة ندرة المراجع زادية من الصعوبات اللي تلقينا، هذا بالإضافة للطرق قدر من الطرق اللي الحقة تمشي فيها نتائج الامتحانات على مستوى الجامعة وظروف الامتحان الراسو اللي دائما تعود عقبة في الحقة ياسر من الطلاب المتميزين اللي جاد عليهم حتى القانون وجاد عليهم قاعد قرايب بصفة عامة وتواجههم هكذا عقوبات من نوع تسرب نوع التسرب وكذلك ما أعطى النتائج بطريقة أخرى لا غير ذلك من الأمور. جيد، طبيعي العقبات موجودة والعقوبات عند حد ما ترتب الشعلة أكيد ما يجبرهم حق. إذا محمد البدين في نفس السؤال تقريبا، قضية التحديات العقبات اللي تواجهكم في المرحلة الجامعية ومن درايك أنها مشتركة بين مثلا مختلف التخصصات وأنه والله تختلف حسب جميل. تخصص من تخصص. بالإضافة لما ذكره الزميل طبعا المشاكل شيء ما تتحد زميل في قسم القانون، نحن ندرس أيضا قسم التاريخ، العمل أو ما نرتكز عليه هو البحوث، البحوث عن مواضيع التاريخ معينة. هاي البحوث طبعا رانا نتكلم بعد الحسانية العربية هاي البحوث يجبر طلاب التاريخ مشكلة كبيرة في إعدادها. أولا المصادر ما هي خالقة، المراجع
ناقصة، ما قد نقول لك إنها ما هي خاص بالبحوث التاريخية، خاص بالبحوث التاريخية وخاص بالبحوث في المجالات كاملة، حتى أنك إذا تريد قاعد تبحثي عن المراجع ما هي خال، إذا تيجي تبحثي عن المراجع المصادر الشفهية لأنك ترقاي رقاش لكنه يعطيك معلومة والله أستاذ ما تراي يخلفك بالمواعيد وانت محدك وقت، وقت ضيق، كل مسلك كل السداسي عنده وقت محدد وكل بحث ايضا عنده وقت محدد، وبالتالي انت مانك مستعد على عنك تم تفوت وقتك تحاني استاذ والله تحاني باحث يعطيك معلومه معينه. هذه من المشاكل. من طرف شنو الطريقه المشكله تحديدا، شنو الطريقه اللي بديت تتغلبوا بها عليها؟ لا نوصل لذلك. فهم مشكله اخرى على انهم اللي ظروف الطلاب ما هي واحده، نتيجه على انه في بعض الطلاب اللي عنده امكانات على ان يواجه الصعوبات، حتى في بعض الطلاب اللي عن امكانات ما هي عنده، وبالتالي هذه الصعاب تقف حشر عثر امامه كبير جدا في غير كامل. وهذه التحديات فر استطاعوا هؤلاء الطلاب عنهم يسهلوا عنهم تعود ما هي خالقه، يوصلوا هدفهم بالاراده وبالجد وبالمثابره، وعلى عنه غير واحدين فيه وذي اللي جابهم من الجامعه هو هدف التحصيل العلمي، هو هدف اثبات ذاتهم، هو هدف يثبتوا عنهم طلاب، يثبتوها لمجتمعهم، يثبتوها لاسرهم، يثبتوها للاساتذه، على عنهم ذي اللي يكلفوا بها على عنهم قد المسؤوليه، على عن انسان وصل للمرحله الجامعيه عادي انسان مسؤول، عادي انسان تعلق عليه الامال، معناه انه هذه الامور كامله يلا يجعل من الصعب سهل. والهمه طبعا اقطع من السيف. في الظروف مثلا نتكلم لك عنها، المقيل في الجامعه، مشي القايله بين الجامعه وبين المركز الثقافي المصري وبين المركز المغربي، هذا كان من جن ياكلني مذكور الكتاب هوك، وراه هو كتاب مذكر في المطبعه الوطنيه، وظروف صعبه والحمان ويعود ماهو، تبقى مرحله اخرى، مرحله الطباعه البحث لا هنا طبعوه، البحث المرحلة الجامعية ما هو كيف البحث اللي كنا عدوه في الثانوية الإعدادية، لكن عد من الشال خرصوا استاذ، هذا البحث لابد أن يعود مثلا مضبوط أكاديميا وعلميا من جميع النواحي، هذا كامل يقبض وقت ويقبض كامل، غير كامل الحمد لله تجاوزتوا هذه الدفعة، وأنا بعد لاهي شيت ولاهو قد عود ما نعرفش لين قال عنه، لين يقول عن النخ عن الدفعة اللي كنت فيها على عنها كانت دفعة متميزة فعلا. لين قال تناولته طبعا. على انا كان دفعه متميزه قالوا عن النخبه، قال انا بعد قايل انا قال انا بعد هون لهي مرق راسي منهم لهي مرق راسي منهم نتكلم عنهم هم وتوف لا نقول عنهم فعلا النخبه عنهم فعلا النخبه متميزين بما في كلمه مش يعدلوا جسدوا ايضا جسدوا روايه مهمه جسدوا روايه مثل للاخوه والزماله بالمعنى الحقيقي. جيد، وش تتوقع ان تضيف هذه الدفعه على المجال، مجال البحث العلمي، مجال التاريخ؟ هذه الدفعة فيها أفراد للأمانة لين يواصلوا في مشوارهم الأكاديمي المستقبلي لا يعودوا من أكبر الباحثين والمفكرين في موريتانيا إن شاء الله. فعلا شهادة للتاريخ. طبعا مولي أكيد الشيخ عبد الله ليعود هو زاد دفعته ليقول عنها لا دفعة النخبة. نعم أنا الدفعة اللي نقول عنها بالنسبة لدفعتنا في القانون نعود موضوعي في القضية شوي. دفعة ما قد نطلق عليها أنها جيدة، ما قد نطلق عليها أنها جيدة، أنها جيدة كاملة، لكن نقول بعلن الدفعة فيها مجموعة كبيرة من أهل القانون الحقيقيين، وأخذ القانون خصوصا في المهن القضائية ومسألة القضايا اللي مؤخرا وبعد وصولنا للي قالوا المساطر أو قوانين الإجراءات أنهم كانوا متميزين فيها، مجموعة متميزة حتى وعموما دفعة جيدة. نحن على كل حال نحن نارك موضوعنا هو تخرج يقارب مولي، طبعا ذي مناسبة نتكلم ممكن كنا واحد ينظرك عن مشاكل الطلاب في الجامعة بصفة عامة. نختار نعرف تارك محمد البديدي حد ذو الناس اللي مقبلة عنها مازالت له تقيس الجامعة مستقبلا إلى قاسها، باش تنصحهم شن هي النقاط اللي مستنتج انت خلال تجربتك الجامعيه عن يلزم يركزوا عليها؟ والله اول شيء حد لا يدخل الجامعه اول روايه يلا يسلح بها يلا عود صبار اول روايه يلا يسلح بها يلا عود صبار به اللي لا يجبر ياسر من الامور اللي ما تعود نفسه طويله ما يقدر يستوعبها. فم ياسم الامور اللي مثلا ما لا يواجهها، فم خساره النتائج بعض من الاوقات،
وراني بعد بالمناسبة الآن نشيد من كليتنا إحنا مصلحة الشؤون الطلابية في كليتنا إحنا على عنها من أقل المصالح التابعة لجامعة خطاف ذاك المجال ده نشيد بذاك الشهادة وتو غير بعد لا يجبر فيما أيضا ياسر من المشاكل والتحديات اللي يلا يصبر عليها يلا يعرف إنه هو كان في مرحلة ثانوية وفي مرحلة إعدادية وذاك وصل لمرحلة الجامعة والجامعة ما هي كيف الثانوية ولا كيف الإعدادية بين الإنسان فهم عاد هو اللي قرر راسه وعاد هو الأستاذ اللي يجي ويلقي محاضرة بعض قاع من الأساتذة ما يسجل ما يملي يلقي محاضرة حد يدوم منها رؤوس أقلام والاعتماد نسبة 70% على اللي قدم الشخص معناه انه يلقي يعرف انه جاي لمرحلة أصعب جاي لمرحلة أصعب جاي لمرحلة أصعب ويلا يلا يلا يسلح لها بالسلاح الخاص به غير ما انه يلا أي مشكلة وقفت قدامه تحبط همته والله تردوا عن الوعد لا هذه مشاكل كاملة وخاضوا عليها زملاء عاقبوا وتخطوها نحن كاملين كنا لا في نفس الموقف وتعرضنا لياسر من الأمور وتعرضوا لها واحدين سابقنا قال ذا كامل عادي ومر به الإنسان في مراحل في مختلف مراحل حياته المشاكل المنال اللي سورتش عنهم يعانونها طلاب جامعة هم مشكلة النقل نقل اليوم يعانوا منه طلاب جامعة نواكشوط بشكل أراني نقول لك إن الجامعة جديدة فهم جهود نحن ما قد نقوله على ما خالق شيء لا للأمانة فهم جهود تنبذلها في هذا المجال غير هاي الجهود مسألة ناقصة جدا حتى بعد قاع فهم عامل آخر قد تعود راهية الدولة خارج عن إرادتها فهم عامل اللي قالوا سيركي راس يوم عصبه سيركي راس يوم عصبه أنت عيتي يجيك أمبوتياج عند كارفور مدريد ولا عند بلاصة وتمنعك تجيد الدرس لا تاسع خاص ترى نص المحاضرة فاتك ولا تيجي تلاقي تفهمش بعد قاع مشكلة حد ذاتها غير مملي فهم يلا توفير الظروف العامة طبعا الجامعة القديمة اللي نقراو فيها وكنا متخرجين منها بعض من الأقسام قدعد ظروفه ما هي ملائمة للقراية غير بعد طبعا احنا شيدوا ونثم ببناء المركب الجامعي الجديد اللي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ما تم تدشينها فيها غير متوقع أن يتم تدشينها العام المقبل وطبعا جامعة مركب جامعي إضافة جديدة وإنجاز كبير جدا إضافة لمجال التعليم العالي وفم أيضا دني قالوا تعميم المنحة الطلاب يعانوا بعضهم وغلا غالبيتهم قاع بشكل عام يعاني من ظروف ماديه هذه المنحه يلا تعمم على طلاب جامعه ناشط بها اللي هي قاع حداتها ما يكبر من قدها قال بعد على الاقل اضعفوا الايماني تم تساعدهم في النقل تم تساعدهم في يعدلون البحوث تم تساعدهم في الامور كامله فما ايضا مشكله الذين قالوا الاهتمام بالطالب والاهتمام بتأطيره وتكوينه انا ما زلت نرى انه الطالب في جامعه نواكشوط انه يتخرج فعلا يتخرج ويحصل على الشهاده غير مسار خاص وعندي نوع من التكوين ونوع من التأطير الشخصي مسار خاص وعندي نوع من انا في نظري ان انسان تخرج مثلا من الجامعه بشهاده عليا يلا تميزيه يلا يعود عنده ميزه خاصه يلا يعود مؤطر من ناحيه الاكاديميه مؤطر من ناحيه الشخصيه لا تلاحظ انت على عن الشخص على انه عاد على مستوى عالي يختلف عن الشخص يختلف عن الاخرين ديك الميزه ما زالت الى اليوم ناقصه بسمحي لي ديك الميزه عندك انت عنها بسمحي لي قلت حد لي بسيطه هذه لا من خلال تأطيرات تعدل مثلا الجامعه تكريه مجموعه من الاساتذه ومجموعه من المؤطرين تعود تخصص ماده ولا تخصص وقت خاص بالتأطير الشخصي والتأطير الأكاديمي حتى الشخص يعود اللي انت لا تخرجت وتريد قاع راد ملان عنك وعينت والله لا بد من تعود فما عندك تأطير وعندك كاريزما تواجه هذا اللي فيه ما انك تخلى طالب كنت تعرف الباير زين بالنسبه لك شيخ عبد الله هذه تكلم عن بالدين عن محمد بديدي بعد بالدين راه هو الشر السليم حق زميلنا ودعنا اهل ميلان مذكرين وزاد هو بالنسبه لك شيخ عبد الله طبعا هذه العقبات اللي تحدث عنها محمد اللي تقد تؤدي لرجاج انه يتسرع انت راه هاي الدفعه راك متخرجه دفعتكم انتم شو تمثل من الناس اللي اصلا كانت مسجله في التخصص والله قاعد في القانون بسرعة ما سابق تتخصص كان واصلت كامل هلين تخرجت والله بعضها توقف منتصف الطريق والله في بدايتها سابق جواب على سؤالك لين نقطة كان واحد فيها زميل بديت شوي خصوصا اني انا قد نعود اطلع شوي عليه عنه بالمسألة نظرا لاني نقابي وممثل
رأس أحد النقابات الطلابية. هم بعد ما جاي كنقابة. جاي كطالب. ممكن كان جاي كطالب لأن أقع علينا من الحديد. نعم نزرك داخل. نعم خلي نعم خلي قبل بعد نختار من يذكر المشاكل اللي تعاني منها جامعة نواكشوط ومؤسسات التعليم العالي بصفة عامة وذكر زميلي بديت قضية الملحة. نختار نذكر بعلن هذه السنة لأول سابقة من نوعها بالنسبة له الماستر وبالنسبة للتروازيمات امتنعوا بتاتا من الذين قالوا منحهم إلى اليوم ما فاتوا قبلهم المساعدة الاجتماعية كذلك قطعت أشواط يقال ما فات خالط إلى اليوم ومن المنبر بعض نختين طلعوا بالنسبة للموضوع اللي شاكل ما يتعلق بالمشاكل مشاكل كثيرة لأن كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالذات هي كثير من المشاكل اللي تواجه الطالب من وقت دخوله بنى تحتية النقل مثلا في إطار البنى التحتية أولا الجامعة تستخدم كثير من القاعات والإعداديات ودور الشباب على سبيل المثال وكذلك النقل معدوم تماما كانوا موجودين 4 باصات وللأسف اختفوا السنة كذلك المطعم ظروفه لكن كامل ما يشكل وقوف للطلاب أمام دراستهم لأن كي قال بديد ما هم أول دفعة تدخل جامعة ولا هي آخرها اللي تحب تتخرج منها لا يشد الرحال ويدخلوا مثلاً كقال بياسم الصبر والعزيمة نعم يعتمدوا عليها نعم بالعزيمة يدخلوا بالعزيمة ويروحوا في دراستهم يعرفونها بسيطة وسهلة ولا ينساهم للواقع اللي هم فيه ويحاولوا يتموا دائماً يلوقوا إياه كانوا خليك في الصيف تقولي والله كان سوتها كان في مجموعة من الطلاب ما واصلوا دراستهم في الجامعة نعم بالنسبة للدفعة اللي دخلت معايا نأكد عنها نسبة 90% قطعا التأكيد وأنا زملائي وكنا كاملين في مدرج في قسم واحد قبل نفترق في السنة قبل السنة الماضية السنة شورى تخصصات كاملين كانوا فهم وموجودة كاملين بعد ذي السنة بالنسبة للتخصص يعني اللي هو القانون الخاص المسلكي الإدارة والأعمال قطعا الطلاب اللي كانوا فيها مسجلين فيها كاملين ما زالوا موجودة لكن ما تخرج الجامعة فعلا من بعض الطلاب يهملوا تسجيلهم وعياهم وإذا كل سنة يخلق بين اللي أسباب في إطار أسباب خاصة بهم الواحد يعطر عليها ظروف صحية تمنعه من مواصلة الدراسة وعيال تعود ظروف مادية وسرية بحتة ما تخليه قد يواصل دراسته لكن ضئيل حتى والنسبة الأكبر لا يجيب واليوم لين تخرجت الدفعة من درا كانك توقع عن فم دور قد يعود عندها دور في تحسين القوانين والتشريعات الوطنية الدفعة بالحق تخرجها ونرجع للنقطة شوي نقول على إنه فرح في نفس الوقت اللي يمكن يتحول شعور حزن لا قدر الله نران لأن الطلاب اللي الدفعة اللي تخرجت اليوم وأنا زملائي واتصالي بهم واسع أغلبهم يهم مواصلة الدراسة إن شاء الله وحتى ماستر بعد على الأقل والوقت كذلك وفي هذا الحديث يقودني شوي لقضية الماستر على مستوى كلية علوم القانون الاقتصادية ومن المنبر نختار نقول أن كلية علوم القانون الاقتصادية الحق ماستر حكم أن ذاك عقبة مطروحة باللي طارحين لها قدر من الشروط اللي الحقها مش حفظ الطلاب وراجين أنهم يعيدوا فيها النظر ويحاولوا يفتحوا الباب أمام القد يسجل كامل من الطلاب والله يسجلوا الطلاب كاملين بالماستر ياك يتمكن بدون عرضوا مش هزام قداش فم مواصلتهم بالقانون فم جزء كبير من الطلاب من الدفعة مهتمين بالقانون وارتبطوا بالقانون ارتباط وثيق وارك بعض منهم فات بدأ يحضروا اللي فات بدأ بصفة رسمية تدريب في سلاك المحاماة مع محامين المقتدرين اللي كثيرين واللي أساتذة لنا فات بدوا معاهم تدريب واللي فات الحق مرحلة مثلا من بداية من نهاية دروس واللي في قيد التحضيرات وظاهر اللي بعلن هم ذين اللي يفسح لهم المجال في إطار اللي هم فيه اللي هو القضاء بصفة عامة واللي منهم يعدل الأعمال المؤسسات مثلا والقانون بصفة عامة يقدروا يوضعوا بصمة
القانون ويستخدموا القانون استخدام إيجابي ما هو استخدامات سلبية اللي تمارس واللي طيب محمد نحن كيف قلنا قبيل التخرج مرحلة فاصلة وطبعا مرحلة حالا سعيدة ومفرحة كيف قلنا كاملين يا غار انتم ما عندكم رواقي تخرجوا سابق ذا وتعرفوا ونعرفوا عنهم اللي لكن خرطوا الآفاق ومستقبل الناس المتخرجة من الجامعة من ترادوا الناس اللي عياوي يتخرجوا وحدين وبنين يتخرجوا نطرحوا لهم مشاكل أخرى ما كانوا قاعد يصوروها كانوا شاكع من يتخرجوا ليجوا ديركت يدخلوا في مثلا في مجال عمل والله أي مجال وعقب وضاح لهم على ذلك عياوي يخلودون وياسر من العقبات شنو التصور اللي عندكم انتم مارك عندي سابق نرد على هذا السؤال ما لا يعود شبه من الشيخ عبد الله عنه غير شكر رئيس الفصل حتى انا زاد انا لين وجه شكر خاص ومميز لرئيس الفصل تهامي وسيدي محمد هذا الرئيس اللي جزاه الله خيرا عمل 3 سنوات كان نموذج وكان جزاه الله خيرا برياحيته دائما اللي عودنا عليها تعرف يعني عود الطاقة متين خالق الكلمات عند الرئيس تهامي تفرج ذاك الجو وايضا تعامله كان تعامل محترم الشكر جزيل الشكر مبارك رانا نحن مولي هون من دورنا شاكرين رؤساء الدفعات الاخرين اللي ما احضر منهم حد لا يسرقوا مزال من الشكر الدفعه كامله بشكل عام وزملاء كاملين وزميلات شاكرين كامل غيرهم وزاد عن رؤساء هذه شفتي هذه العقبه فعلا مطروحه على انه اليوم نحن كان التصور اي انسان تصور عنه لا لين يتخرج لا يشتغل ده كان اصلا هي العقليه القديمه قال لا نتكلم لك عن ذيك الساعه وعن مرك وديك الساعة وديك الفترة كانت تعود الفرص ما هي خارجة نتيجة للمسابقات كانت لا محدودة ولا ومختصرة جدا وبالتالي كانت لا يخلق منها شيء يقبض مني شيء الناس محدود هذه النقطة هلا يتكلم لك عنها ولا تقولي إني بعد شرت نشور السياسة في العهد الجديد السياسة بعد احنا تفرق جماعة في ظل النظام الجديد برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز خلق فم ياسر فتحت فم ياسر من الفرص الشباب وخلق ياسر من المسابقات لأن الدولة في هذه الفترة اكتتبت ما عندي عنها 700 وشيء من 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 مختلف القطاعات وبالتالي عاد فم المسابقات وعاد بين الفينات والأخرى يعلن عن مسابقات وحتى فم مشاريع عاد تعدل الشباب العاطلين عن العمل وكالة ترقية نفاش وكالة ترقية الشباب وأيضا مشروع الشباب اللي عدلوا في القواب عاد فم مشاريع مدرة للدخل تعدلها والشباب وبالتالي ذاك لا عاد شيء ما ترى كان قد يستفادون خريجين التاريخ والله المشاريع قد بعض وانت رانا خريجين التاريخ راه مالك لا انت تخلص ما شبه من الناس الاخرى حتى بشكل كبير كبار استفادوا منهم حتى شفتي نحن ترى عندنا مثلا مشروع كيف المشروع اللي عدله رئيس الجمهوريه للشباب روسو هذا ذم التخصص ما هو مراعي فيه على انك انت شاب حامل شهاده ومن حقك انك تستفاد من التوظيف مستحق حتى برنامج امل اليوم هذه الشباب اللي حاملين شهادات يشتغلوا في دكاكين امل ما فهم تمييز شهاداتهم في مهر التاريخ في مهر القانون حتى في مهر الرياضيات في مهر الفيزياء يعني لا المهم لا بشكل عام معناها ضرك نتوقعوا على عن فرص جديده ما هي كيف اللي كانت خالقه واملنا كبير جدا عن تعود ما هي عن العود ذاك اللي كان التصور اللي خالقه لا عنك اللي انت تخرج لا تشتغل ولا ترى طريق مفتوحه قدامك على انه لا يعود خالق لا يعود خالق هذا هو اللي مأملين ومعناه الحمد لله التخصص ما هو شافركم حتى معناه انه لا تقولي لي على عنا احنا هذا استنتجت صورك من خلال كلامك انا فاهمك خليك لي انا زين حمتي كان لا تقولي لي على عنا احنا التاريخ انه لا يعود لا ساتي التاريخ طبعا شو ما ولا جات لكن لعيت انتم تسمعوا لكن انا فاهم قررنا لك لا رانا لك عينا نتقلدوا المناصب الساميه وعيا وعود اكيد عندنا قاعد وزير ان شاء الله ان شاء الله عندنا وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان دكتور يزيد بيه لحمد حمود هذا من اساتيد قسم التاريخ معناها على كيف قال لك الشيخان الفرص متاحه للجميع نحن املنا لا عن الطرق تنفتح والابواب تنفتح وتعود يعود سوق العمل قد يستوعب هذه الخريجين كامله فعلا سوق العمل بشكل موضوعي اكثر فرصه واكثر استيعابه للناس اللي حامله شهادات علميه وتقنيه وفنيه من الناس اللي حامله الشهادات الادبيه مع انه ما يقلل من قيمه الادب اكيد ما يقلل من قيمه الادب بالعكس ولا يصفر عنه ولازم ما فهمت مقزايا من السؤال انا مقطع حاني للشيخ حاني من وراء الفكره انا الفكره اللي عندي انا شفت ياسر من الشباب متخرج من روايه معينه ولا
يختار يشتغل ما هو الشيء تابع لذاك التخصص. ذاك ولكن يقلل من فرص عمل ولا هو اللي يتكلم عنه. أنا قاعد مثلا أقول لك رواية. أنا مثلا أنا بمارس مهنة الصحافة. بعض يسوون يقول أنت تدرس تاريخ لماذا ما تدرس الإعلام؟ لماذا ما أنت متخصص في الإعلام؟ ما خاصة نقول له على عنه. هو مرحلة ما كان التخصص زين قرارك. جيد. الشيخ عبد الله من درك كان التخصصات فيهم شيء أكثر. اكثر يعني الفرص المتاحه له في العمل من بعض الاختصاصات الاخرى، وشنو القانون من ذاك؟ نعم، انا اللي نتحدث عن القانون، اللي نقول القانون بعد الحمد لله الصراع بين التخصصات العلميه والادبيه القانون يابا مع انه مدخل فيها لا يعد اخذ لان القانون اليوم ما قد المفروض انه يحكم كامل هو جيد انه يحكم كامل وكل بلد له وكل بلد يابا عودي فيه أيوة. اللي ما فيه اي مشاه حيويه ما تصيب عن 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 استشارات قانونيه وعن قواعد قانونيه اللي له تحكم فيها أيوة. اللي نقول على انه مناسبه وقت نذكر البدايه انه في اطار كليه القانون متخرجه فعلا دفعتنا احنا اللي هو القانون الخاص، وفهم الدفعه نختار لا نذكرها وهي والله دفعتين، دفعه القانون العام واللي فيه مسلك الاداره ومسلك العلوم السياسيه، وعد رفات وحفل التخرج هم الاثنين، وقبل امس كان فيه الاداره ومعدينا تحت شعار اداريون مؤمنون ببناء الوطن بالمناسبه انا اكثر زملائي اللي كانوا معايا متماس بهم حتى والله بعد اقل ياسر منهم كان في الدفعه اللي ذي، ونعرف انهم طلبه لباس بهم وداريون حقي كانوا ومؤمنين مولي ببناء الوطن وراجين انهم يفتح لهم المجال. ما يتعلق مثل قال الزميل قوي نختار نقول عندنا بالنسبه احنا بعد في القانون مخمتهم حتى مخمم حتى المصير اللي قدامهم خصوصا انهم من هون ودون ثم انا قلت نعم بدو منكم واحدين الحمد لله يمارسوا القامات لا 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 تدريب لا مجرد تدريب تعتبر استاج في تدريب ممكن يوصل ل لكن هو تعتبر دخول لاخذ بعض من الخبره زياده النظري اللي كنا نقرا بعدين يختاروا يطبقوه هي يجربوا تجربه مو القانون ياسر فيهم للاسف يعقبوا النظري كثرنا منه نقوم بالشيء نبغى شيء تطبيقيات نبغى شيء تطبيقي ليفيد الدولة، لأن الدولة واصلة في حقها واصلة في تطبيق القانون بصفة جدية وحقيقية، وياسر للأسف من القانون يعقبوا مصيرهم التجارة نظرا لأنهم ما يراوا أبواب مفتوحة، ولأنهم الدولة فاصلة فيهم وشبه لا يستخدموا في ذا اللي تكلفت فيه الدولة وقراتهم فيه وصاروا عليه أساتذتهم وهو مفصول فيه يفتح لهم فيه الباب ويتنحى عنهم بعض من الحق الاشخاص اللي تعود تهمل عليه بعد كم زمن، وياك انهم يوصلوا بالمعلومات اللي كبيره ولباس بها قبل يقدوا يطبقوها في صفه. محمد عطنا عندك اضافه على اللي قال الشيخ عبد الله، نختار نسوي لكم خالق مرحله من التخرج ما قد حتكون يؤخذون بها اللي هي بحوث التخرج هذه. طبعا انت من قبل تكلمت عن صعوبه الندره في المراجع، دائما ينقال عن تلاميذ الجامعه عنهم رسائلهم عن عباره عن استنساخ الرسائل كوبيه كلي هذا الحال ترى هذا شو كانوا مازال خارج والله شوف هو بعد قاع النظام القديم اللي كان فيه الماتريس اللي كان هو اللي كانت فيه رساله ايوه لان بشرك بشر المشاهدين الكرام الان النظام اللي لمده ما طلعت فيه رساله تخرج ما طلعت فيه ايوه عاد ليسانس وماستر ودكتوراه. ليسانس عباره عن ست سداسيات كل سداسي تعدل في نهايته امتحان وتتجاوز منه شهور السداسي الاخر. حتى توصل للسداسي السادس والسداسي الاخير تعدل من نفس السداسي. غير فهم كل استاذ على مستوى ما تكلفك بعباد بحث. ايوه. غير ما هو بحث يعني شامل. بحث لا لنعود طويل حتى يعود 10 صفحات ولا 12 صفحه. وقاع زادهم طبعا وينها قاع نس خلاص؟ غير لا شوف هذه النقطه ما نقدر نقول لك انها ما هي خارقه. ايوه. غير مودي ما هي خارقه بذيك اللي كوبي كولي معناها. فعلا يرجع الطالب شهور المكتبه الجامعيه. ويقبل منها طبعا رسائل هاي الرسائل يقبل منها شو المعلومات غير هو ما يقدر يقبل رساله ترقاش والله بحث ترقاش يجي نعم اسمه ويطرح فوق اسمه ولا خرج قاع ما عندي عنه يعاقب عليه القانون الظاهر هذا خارج تجيب بالضوية نمقه شوي ينقص منه ويقرا منه غير خالد يقبض من هالمعلومات واعتماد عليها كمصدر هذا ذكرها كمصدر وشوف هذا هو الخارج غير فعلا على عن
على عن ما نقدر نقوله على عن جميع الطلاب على عنهم اللي هي هي الميزة بشكل عام. تفضل. ذكر تعقيب على الزميل لأنه هو فعلا بالنسبة عندنا احنا بعد في إطار القانون مصادر مثلا المعلومات اللي هي تختلف من الكتاب مثلا من بعض من المشارقة وبعض من المقاربة ودائما وفي القالب بالنسبة للرسائل الماضية اللي كانوا في برنامج في النظام القديم دائما نطلع عليهم ونقضهم باستفادة من بحوثنا الجدد وفيهم قدر من الإفادة ولأن كانوا دائما كوبا كده وكوبا باط من نفس نفس الموضوع يقال نظرا لقص في المراجع وقص في المصادر دائما تجارب البحوث أقلب الأمور نتكرر فيها ولا هو لأن الطالب ما بحث طالب يبحث لكنه الذي يبحث فيه قاع ما هو ذاك من كثرتنا الاتساع كامل اللي قد يختلف تماما عن وذا تقارب بعد عليه يخلق ونحن قاعدين بعض الأساتذة في تقديم البحوث نرى مشاكل من ذاك صورته ذي لكن بعد الآن نرجع عمل القضية يبار على أن الطلاب شاءوا بحثوا ولا مثلا ما كان بذلوا مجهود في البحث لكن التقارب وقلت المصادر دائما يعود. اذا زين محمد الوقت عندي انه ماتر منه ياسر يعني نعطوكم كلكم مجال لعاد عندكم اضافه تختاروا تضيفوها للموضوع. لا لان نتكلم على عنه من اللي بعدين وفينا كامل وفينا من القرايه وفينا من مرحله الامتحانات على عن جينا مرحله اخرى اللي هي حكما كنت نتكلم عنها اللي قالوا حفل التخرج. حفل التخرج زميله مناوي الشيخاني حد مهم حد ذاته هذا الحفل للا يجيه الناس ولا يجوه الاساتذه ولا يجوه اباء الاعلاميين ولا يجوه وسائل الاعلام. هالحدث يتطلب امكانيات. هالحدث اليوم في جامعه نواكشوط الطلاب كانوا يعبرون من امكانياتهم من مواردهم الخاصه. يوجهوا رسائل للكليه وللجامعه وحتى شرائك الاتصال والمؤسسات العموميه غير ما يلقاوا اي تجاوب ولا اي رد، ما فيه اي جامعه من راسها ما تقدم لهم دعم. معناها المؤسسات الاخرى على الاقل اللي ما تعاطفت معهم رجائي مستقبلا ان تتمر جامعه وتتمر كليه وعمادتها وتتمر المؤسسات الاخرى لين يتوجهوا لهم الطلاب متخرجين ويعرفون انهم طلاب ومواردهم محدوده وكانوا يقراوا في الجامعه وعقب الفلاس من المشاكل على الاقل يتم يساعدهم فاكنهم يجزوا هاي اللحظه اللي يعتبروها ذهبيه من حياتهم ولا نهار واحد عنده مشاكل كبيره. اليوم الطلاب هذه الحفلات كامله اللي تشوفوا معدله من موارد الطلاب كل طالب يمشي رقم ظروفه الخاصه ويحرص على عنه ذاك اللي يكلف به على عنه يجيب ويعطيه هذا الحفل. بالمناسبه والله في الختام من الوقت ما ترياسر لاني نشكر جميع الزملاء والطلاب اللي درسوا معي على مدى 3 سنوات ما قد نذكركم بالاسامي بي اللي لا ذكرت منكم شيء وسكت عنده اخر الله لا كثير الحساسيات كاملين عزيزين علي وكاملين قارين علي وشاكر اللي رقمتهم انا على عنهم يخرصوني ذلك رقم ظروفهم الخاصه شاكرهم شكر جزيل وشاكر مره اخرى رئيس الفصل ما قد كنا نسميه بيلي لا سميته ماكم لا يتنفقعوا تهامي وسيدي محمد وشاكر الزميله منى وشاكر الزميل الشيخاني والزميل الشيخ عبد الله وفراد وصرتي الكريمه وشكرا. الله يبارك فيك الشيخ. انا نختار عندك كلمه ختاميه ولا نقابيه الختم ختام ان شاء الله كيف ما قال الزميل قضيه حفل التخرج انه تبذل فيه اموال كبيره الحقيقه ولام جيوب الطلاب الله منح الطلاب اللي للاسف قاعد للاسف ما تقضاها المره ونختار الجامعه ناكد على انها يا الله تم تعدد الحفل وتعدلوا في الجامعه يسلك طلاب من اللي يبذلوا فيه كامل من الاموال ويعود برعايته هي اللي يسلك الناس من ناس من الاموال الاخرى. في الختام نشكر جميع الطلاب اللي قراوا معايا مده 3 سنوات من اللي جينا عليه كامل من شيء مهونك وشيء في الحقيقه يعد صعوبات ونشكر الاساتذه اللي تعاقبوا علينا من السنه الاولى واللي قراونا واللي كانوا في الحقيقه مدرسه لنا في الالتزام والبعض منهم وشاكرهم جميعا وشاكر الاداره بصيفتي شاكر الإدارة على الجهود اللي دائما تبذل في سبيل أن الدفعة تتخرج في توخى كاملة وفي خدمة الطلاب ونشكر رؤساء أقسام تخصص القانون الأعمال والقضاء والعلوم السياسية والإدارة ونشكر كذلك التهامي اللي بالمناسبة ممثل الطلاب في مجلس الإدارة ولي منه شكرا لكم انتم في نصف دقيقة
والله ماني داهي نقبل ماني داهي نقبل الزميل الشيخ عبد الله يعود ميز مني مخرجين راهو في نصف دقيقه انا المخرج فاهم اشارات ويكفي اللي انا من اهل الميدان في نصف دقيقه له نشكر اساتذتنا الكرام ما قد نسى ابدا نشكر هذا الاساتذه شاكرينك انت محمد البديد وشاكرين الشيخ عبد الله واجن عندي تعود مساهمه من الحلقه تعود مساهمه في احياء حفلات تخرجكم لا ان شاء الله نجاوب على المشاهدين بعد الفاصل.